على جسمي، فيحصل عندي خلل في الكتلة العضلية نتيجة ان جسمي ما اخدش الكمية الكافية من احتياجه من البروتين. في كمية من البروتين لازم ناخدها يوميا. في ناس طبعا بتتبع بعض الأنظمة الغذائية المختلفة، سواء الصيام المتقطع او نظام الكيتو الى اخره من الأنظمة الشائعات الاتباع في هذه الايام، ما بياخدوش بالهم ان احتياج جسم الانسان لجميع الوجبات وجميع المكونات اللي ربنا خلقها لازم امشي عليها. وطبعا في قاعدة مهمة، ان الحاجات دايما اللي انا مش بحبها او ما تعودتش عليها لازم نحط في ذهننا ان دي اكتر حاجات مجرد ما هبدأ ادخلها في الوجبات بتاعتي هيحصل عندي فقد او ريشيبينج للجسم بتاعي، ان انا جسمي محتاجها وكان مفتقد اليها من فترات طويلة جدا. احنا نرجع تاني لتحليل صورة الدم. شائع طبعا كل الناس عارفه، بتروح اي معمل في حاله ان بيحصل عندها اي قلق تدخل على المعمل تقول انا عايز اعمل تحليل صوره دم. تحليل صوره الدم هيبين عندي نسبه الهيموجلوبين اللي موجود في الجسم بتاعي. كنا استعرضنا من شويه بعض النتائج لبعض المرضى اللي متابعين معانا في العياده، حصل عندهم نسبه الهيموجلوبين وصلت لسبعه. الهيموجلوبين في الطبيعي بتاعه من 12.5 الى 14.5. في حالة الهيموجلوبين ينزل عن الرقم ده فإحنا نعرف دايما من نتيجة التحليل إن هذا الشخص حصل عنده نزيف حاد جدا ولازم يتعلق له محاليل في أسرع وقت. ده طبعا دي فايدة التحليل، إن إحنا بنلحق أو ننقذ الحالة في بداية الإصابة أو معرفة النتيجة. هيحصل عندي برضو في حاجة اسمها كرات الدم الحمراء اللي هي الار بي سي ريد بلاد سيلز، ودي لازم يكون نسبتها متزنة في الجسم. يعني زيادة كرات دم الحمراء او نقص كرات دم الحمراء بيؤشر او مؤشر عندي الى مجموعه من الامراض. احنا قلنا نقص كرات دم الحمراء هيكون نتيجه اللوكيميا او فشل في النخاع العظمي اللي هو بيكون كرات الدم نفسها. طيب بالنسبه للزياده في عدد كرات الدم الحمراء بيكون نتيجه معظم الناس المدخنين لما نيجي نعمل لهم تحليل صوره دم كامله بنلاقي ان عندهم زياده في كرات دم الحمراء، فما نتخضش بقى، نبقى عارفين ان طبعا الرئه ومتاثره بعمليه التدخين، فلازم الجسم يزود كميه الاكسجين اللي عشان عنده نقص فيها فيزود كرات الدم الحمراء اللي هي بتشيل جزيئات الاكسجين. طبعا في طبعا هنتكلم عن اهم حاجه هتحمينا الفتره اللي جايه من كورونا، لازم تكون مناعه الجسم قويه. مناعه الجسم بعرفها ازاي؟ هروح المعمل اقول له انا عايز اعرف اعمل تحليل مناعه، في تحليل مناعه بس مش دي اول خطوه انا بمشي عليها. اول خطوه اعملها اللي هي صوره الدم هتبين لي الوايت بلاد كاونت او نسبه كرات الدم البيضاء اللي موجوده في الجسم بتاعتي، ودي مؤشر الى صحه الجسم نتيجه ان المناعه بتاعتي تكون في حاله اتزان. كرات الدم البيضاء طبعا زيادتها لمسببات والنقص بتاعها بيكون مسببات. طب نتكلم عن اسباب الزياده في كرات الدم البيضاء. طبعا اثناء الحمل بيحصل عندي زيادة فسيولوجية طبيعية جدا نتيجة بذل المجهود العضلي، وطبعا بالنسبة للأطفال حديث الولادة لما ناخد منهم عينة دم بنكتشف زيادة في كرات الدم البيضاء، ودي حاجة نعمة من عند ربنا علشان يقدروا يتعاملوا مع البيئة المحيطة ويبقى جسمهم مقاوم للأمراض. يعني الوايت بلاد سيلز لازم نسبتها تبقى تكون ما بين 4 إلى 11، أقل من 4 يبقى في عندي نقص في المناعة بتاعتي أو كرات الدم البيضاء، واكثر من 11 دايما بنقول ان ده مجموعه من الاعراض اللي هي مثلا اشتباه في زايده او مجموعه من الامراض او عدوى بكتيريه او عدوى فيروسيه. معظم الناس دايما اللي عندها نقص في المناعه بتاعتها معرضه للفيروسات اكتر من الاشخاص اللي هم المناعه بتاعتهم بتكون في نسبه ما بين 4 إلى 11. طبعا في ناس في مرض شائع جدا بيحصل ل فجأة كده تلاقي جسم الجلد بتاعنا يحمر، فده نوع من أنواع الحساسية نتيجة الإصابة أو التعرض لبعض الأتربة أو الاحتكاك بوسط غير نظيف. الحساسية دي بتروح بعد فترة بسيطة جدا، أو طبعا علاجها الوحيد إن احنا بناخد بعض الكريمات والمرطبات لطبقة الجلد وعدم التعرض للسخونة والشمس.